أهلا بكم مشاهدينا من داخل دير الأنبا بشوي بمدينة وادي النطرون. يكون هذا اللقاء حيث قضى سنوات الرهبنة بين أسواره، يكون لقاؤنا الآن مع نيافة الأنبا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي تم اختياره من خلال الانتخابات ونظام القرعة الهيكلية ليصبح البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية. البابا الجديد يأتي في ظروف صعبة، دولة في مرحلة تحول ديمقراطي وكنيسة في مرحلة تحول أيضا بعد نياحة البابا شنودة الثالث، تحديات داخل الكنيسة وتحديات خارج الكنيسة. في هذه اللقاءات نحاول أن نبحر في عقل وقلب البابا الجديد. أهلا بك نيافة البابا، في البداية نهنئك على اختيارك البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة أهلا الأرثوذكسية. بكم، أهلا بكم. أهلا بحضرتك. في البداية، كيف تلقيت هذا الخبر، خبر اختيارك البابا 118؟ هذا الاختيار الذي تتدخل فيه العناية الإلهية بشكل كبير. حضرتك زي ما تكوني تتبعتي مراحل اختيار البابا لغاية آخر خطوة، بتبتدي بقائمة ترشيحات، والترشيحات ده هي أنا كاسم كان موجود في ضمن الترشيحات، مش أنا اللي حطيت الاسم طبعا. والترشيحات دي كانت موجودة ل 17 أب مبارك في كنيسة، وبعد كده في لجنة عملت تصفية لغاية 5 بمعايير معينة، نعم. وبعد كده تمت خطوة الانتخابات، فالخمسة بقوا 3. ففي خطوات مرحلية كده بتمهد لغاية يوم القرعة، هو ده اليوم اللي بيبقى اليوم الختامي يعني لهذه المراحل، لأن اسمي كان مطروح في ضمن القرعة، فطبعا كان ينتابني حالة من الخوف، حالة من القلق، وحالة من إن أنا مش عايز كده، مش عايز كده، وحالة كمان إن إخواتي اللي كانوا معي في الثلاثة أنا نعم. أرى إنهم أفضل مني، نيافة الأنبا رفائيل والقمص رفائيل أفامين، فكنت عندي إحساس إن ربنا يختار منهم واحد يكون هو الأفضل. هذا القلق من أين أتى؟ لماذا القلق؟ مسؤولية الكنيسة مسؤولية كبيرة، والكنيسة مش محدودة بالجدران، مسؤولية الكنيسة محدودة بالنفوس، نفس الإنسان. نعم. وبحسب الإيمان المسيحي إحنا بنبحث عن مكان لكل إنسان في السماء، يبقى له نصيب في السماء. حياة الأرض دي حياة مؤقتة هيعيشها الإنسان طولا أو عرضا، لكن حياة السماء هي الحياة الدائمة أو الحياة الآخرة. فإن أنا أكون مسؤول مع كل الآباء عن هذا المصير لكل إنسان أمر مرعب بالنسبة للإنسان. قداستك، قلت أنك لم تختر أن تدخل الانتخابات، هناك من اختارك لتدخل الانتخابات. كيف دخلت الانتخابات؟ من اختار قداسة البابا؟ واحد من آباء المجمع المقدس، نيافة الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوس، ابتدى يجمع مجموعة من التزكيات لاسمي، يعني الاسم بتاعي طرحه على بعض الآباء، فقالوا آباء المجمع المقدس قالوا نزكي فلان. نعم. فلما اكتملت 6 تزكيات حسب القانون، اتقدمت ورقة رسمية إن فلان ده يعتبر اسم مرشح. أن يأتي هذا الاختيار في يوم عيد ميلادك أيضا 4 نوفمبر، هل ترى ميلادا جديدا لك؟ ميلاد جديد، هو عيد الميلاد طبعا لكل انسان بيحتفل بيه بسنه جديده، كل عام يعني وانت ميلاد بخير. وانت طيب، وانت طيب، لكن ان ربنا يسمح ان المسؤوليه دي تكون في يوم عيد الميلاد، وحضرتك عارفه ان يوم 4 نوفمبر في مصر ايضا عيد للحب. نعم. فتجتمع الثلاثيه دي ويا بعض كده، طبعا كانت مفاجاه كبيره ليا، و دايما الإنسان لازم يبقى مستعد أن الله يمكن أن يعطيه أي مسؤولية في أي سن. حضرتك عارفة أن سن 60 ده سن الإحالة للمعاش، نعم، بحسب قوانين الاجتماعية في مصر بيختلف من هيئة لهيئة. أن الله يعطي مسؤولية جديدة ومسؤولية كبيرة في هذا السن له قصد يعني وله ترتيب.
سنأتي إلى المسؤوليات لاحقا، ولكن اختيارك للقب تواضروس الثاني، ونعلم أن تواضروس الأول كما قال الأنبا بخميوس هو كان البابا 45، على أي أساس يختار البابا الاسم؟ حسب تقليد الكنيسة، لو كان المرشح للبطريركية راهب، راهب كاهن، يمكن أن يتغير اسمه. على سبيل المثال قداسة المتنيح البابا كيرلس السادس، كان اسمه أبونا مينا المتوحد، فلما صار بطرك اتسمى كيرلس. الأسقف لما يرشح لمكانة البابا يبقى اسمه غالبا زي ما هو. فالبابا شنودة كان أسقف، كان اسمه الأنبا شنودة، صار بعد كده البابا شنودة. والاسم ده أنا أحمله من ساعة الرهبنة. في وقت الرهبنة اتسميت بنفس الاسم بس بالنطق اليوناني، سيئودور. سيئودور. والنطق القبطي تاوادروس. والكلمتين سواء اليونانية أو القبطية لهم معنى جميل، معناها عطية الله. عطية الله. gift of God. لو تحدثنا عن سنوات رهبنة قداستك في الدير، وإلى أي مدى أثرت عليك على المستوى الروحي والديني وعلى المستوى العلمي أيضا؟ أنا من سن مبكر خالص أشتاق للرهبنة. واشتياق الرهبنة ده يعني الله وضعه في قلب الإنسان من الصغر. ولكن ابتديت في دراستي والدراسة الجامعية وفي العمل والشغل، ولأني ابن وحيد فما كانش عندي فترة جيش، فما كانش فيه الفرصة دهية. وكانت دراستي دراسات بعد البكالوريوس صيدلة، في دراسات دبلومات متخصصة يعني، وبعد كده في إنجلترا في حاجة أكثر تخصصا في علوم الصيدلة في الكواليتي كنترول. وجه الوقت اللي رحت فيه الدير وأنا بكتب الاستقالة، أقدمها لمكان عملي، مكان عملي الحكومي. فالاستقالة دي لازم تقبل باعتبار أن الشخص ده راح الدير، قبل في الدير. فكتبوا كده: قد قبلت استقالة فلان بعد أن قضى في العمل الحكومي 10 سنوات و10 شهور و10 أيام. فكانت زي ما تقولي ترتيب من عند ربنا أن ده الوقت المناسب جدا أن الواحد يلتحق بالدير. أنا شايفة أن قدستك مع الأرقام والتواريخ يعني لديك علاقة خاصة. التواريخ دي والأرقام لها يعني مدلولات كتيرة. مدلولات كتيرة ومعاني كتيرة. لما دخلت الدير، دخلت الدير سنة 1986، وحضرتك لما تكوني عارفة في التاريخ أن لغاية سنة 85 كان في مشكلة بين الدولة والكنيسة، وكانت فترة تحفظ بالنسبة لقداسة البابا، وكانت فترة فيها يعني نوع من الاضطرابات كده موجودة. لما دخلت الدير 1986 قضيت أيام رائعة، جو دير الأنبا بشوي والأباء الرهبان. والحقيقة لكن أنا في الحقيقة متوقفة عند القرار التحول. أنت قلت أنه قرار الرهبنة كان في قلبك منذ الصغر، ولكن يبدو أن القرار جاء في وقت ما متأخر قليلا. اتأخر بسبب ظروف عائلية يعني اكتزتها أسرتي، فكان الحكمة تقتضي أن أنا أتريث قليلا. صح كان لي رغبة أن أروح الدير من بدري، لكن بسبب الظروف ده هي يعني كانت المشهورة أن أنا أتأخر شوي. لما جه الوقت المناسب رحت الدير. طبعا لو سألتيني اشمعنى رحت الدير في اليوم ده، انا رحت يوم 20/8. في التقليد الرهباني يقولوا الكتكوت جوه البيضة لما يجي يخرج بيخرج في وقت مناسب جدا، ينقر البيضة ويخرج كتكوت. لو احنا نقرنا عليه البيضة قبلها بيوم يموت. طيب فهو توقيت اختاره الله ورحت. لكن برضو من التقاليد الرهبانية ان احنا نروح الدير في فترة اصوام، فترة صوم في الكنيسة، فالوقت ده كان فترة صوم السيدة العذراء مريم. ماذا عن السنوات نفسها؟
ما الذي أضافته لك؟ 25 سنة في الرهبنة؟ لا، مش 25 سنة في الرهبنة، أنا بقالي 25 سنة من الرهبنة. نعم. من البداية، لكن كانت جزء جوه الدير، وجزء الخدمة كراهب كاهن، وجزء كأسقف عام. نعم. هذه السنوات كيف حولت ما بداخلك؟ في الفترة اللي في الدير، أنا كنت في الدير مسؤول عن، بعد رهبنتي يعني، كنت مسؤول عن استقبال الزوار والرحلات، وكنت مسؤول عن صيدلية الدير. طبعا الاحتكاك بالناس ومقابلة الناس، كل مقابلة الواحد بيتعلم فيها حاجة. لكن اللي كان أكثر تأثيرا في الحياة الدائرية وما زال رئيس الدير، نيافة الأنبا سربامون، هو رئيس الدير وهو أب اعترافي. نعم. بحسب التقليد المسيحي يعني، لكل إنسان أب اعترافي، هو أب يتمتع بسمات أباء البرية اللي عاشوا في البرية وفي الصحراء من القرون الأولى، يقدم شكل من أشكال الحكمة، حكمة الحياة وفلسفة الحياة في عبارات قليلة جدا. وده الحقيقة أمر هو سبب نجاح دير الأنبا بشوي. نعم. عشت في الدير، اتعلمت من الآباء اللي فيه، وتعلمت في التسبيح، حياة التسبيح وحياة الصلاة وعلاقات المحبة اللي موجودة جوه الدير. لغاية ما جت فترة نزلت من الدير، وتاخدي بال حضرتك من كلمة نزلت. نزلت دي يعني من مكان عالي لمكان أقل. ده تعبير أيضا نستخدمه في الدير، لما إنسان يخرج من الدير لخدمة يقول أنا نزلت من الدير. نزلت الدير عشان أخدم الشباب والخدام في إبرشية البحيرة ككاهن. نعم. بقيت في الخدمة دي 7 سنين. 7 سنين؟ من 90 لـ 97. 97 ترسمت أسقف عام برضو في البحيرة. حضرتك قدستك أنت تلميذ الأنبا باخوميوس، وبعد إعلانك البابا الجديد قال أنه يتمنى أن يخدم تحت أقدامك، وأنه على أتم استعداد لأي مسؤولية تلقيها على عاتقه. هل ستلقي بمسؤوليات على نيافة الأنبا باخوميوس؟ أولا سيدنا نيافة الحبر الجليل أنبا باخوميوس إنسان عمود في الكنيسة، له خبرة، خبرات كثيرة، لأنه بيخدم في الكنيسة بقاله أكثر من 60 سنة. ونيافة الأنبا باخوميوس هو نتاج رائع لحبرية البابا كيرولوس وحبرية البابا شنودة. حبرية يعني فترة أو زمن. فالبابا كيرولوس قعد 12 سنة بطرك، والبابا شنودة قعد 40 سنة. ال 52 سنة دول لو جمعنا كل ما فيها من فضائل رائعة في الاثنين من الباباوات دول، نلاقيها حاضرة ومتجسدة في نيافة الأنبا باخوميوس. طبعا أنا بقول الكلام ده باعتباري واحد من أبناء إبرشية البحيرة اللي مطرانها نيافة الأنبا باخوميوس. ماذا يمثل لك على المستوى الروحي؟ الأب الروحي، الأب الروحي، وأيضا المعلم. ونيافة الأنبا باخوميوس أنا أعرف إن هو ما يحبش المسؤوليات الرسمية، يعني مناصب. نعم. يمسك منصب ما يحبش كده، عشان كده لما قيل له إنك تكون البابا رفض. قال أنا في إبرشيتي وبحب ولادي وولادي بيحبوني. ما يحبش يمسك المناصب. نعم. ودي يعني أمر يشهد له يعني. لكن لا يمكن لأي إنسان إنه يستغنى عن خبراته ويستغنى عن مشورته، مش ممكن. فهو بالتأكيد هيبقى له أدوار فاعلة في خدمة الكنيسة على مستوى الاستشارة، على مستوى الاستشارة ومستوى الخبرة ومستوى العمل أيضا. نعم. نيافة الأنبا باخوميوس هو ومعاونوه أيضا
هم من قاموا بعملية الانتخاب ونظام الهيكلة القرعة الهيكلية من بدايتها وحتى صناديق الانتخاب، صندوق صندوق الانتخاب، كيف تقيم هذه العملية؟ العملية. الحقيقة الكنيسة دايما بعد نياحة الأب البطريرك بتتشكل فيها لجنة اسمها لجنة الترشيحات. اللجنة دي بحسب القانون بتبقى 9 من الآباء المطارنة والأساقفة و9 من الأراخنة، والأراخنة يعني الأشخاص المسؤولة ذوي الخبرات. واللجنة دي بتبقى 18 شخص برئاسة القائم مقام اللي هو نيابة الأنبا بخمس. اللجنة دي عملت عملها بأكثر أو أكبر صورة من صور التدقيق، تدقيق مع النظام، مع الخطوات المحسوبة تماما. وللسبب ده لو حضرتك شفتي يوم زي يوم الانتخاب، لم تشهد مصر أي انتخابات بأي صورة من الصور في أي قطاع من القطاعات بما فيها الانتخابات العامة في البلد بهذه الشفافية وهذه الدرجة الراقية جدا من النظام والدقة. صحيح، ونحن كنا ننقله على الهواء مباشرة، ولكن هو في الحقيقة السؤال كان يتعلق ليس الخطوات، لأن الخطوات معروفة، ولكن بالتحديات التي كانت أمام هذه الانتخابات وما كان في داخلها، وكان يمكن أن يكون من شأنه أن تتفجر الأوضاع داخل الكنيسة، ولكن كان هناك احتواء بشكل ما، حيث كانت الكنيسة هي في المقام الأول والخلافات أتت بعدها. حضرتك أجبتي على السؤال من خلال عرض السؤال. في إجراءات وفي قوانين، وفي تخوفات. وفي تخوفات. الإجراءات والقوانين دي كلها عملية سوليد ناشفة، القانون دايما ناشف، لكن في حاجة اسمها روح القانون أو روح النص. لكن اللي أضافه نيافة أنبا بخوميس ولجنة الترشيحات إنهم جعلوا روح النص تاخد الطابع الروحي. هدي حضرتك مثال. مثلا اللي شاركوا في عملية الانتخاب أو اللي كان مفروض إنهم يشاركوا كعدد نهائي 2412 شخص، دول زي مجمع انتخابي، دول عدد قليل جدا بالنسبة لجموع الأقباط. طب الأقباط كلهم يشاركوا إزاي؟ المشاركة بقى مش ورقة وقلم أو أصوات عالية، المشاركة كانت من خلال الصلاة والصوم اللي قدمته الكنيسة. فقبل كل مرحلة من المراحل دي كانت ترفع صلوات وتقدم أصوام لمدة 3 أيام، وده تقليد قبطي في الكنيسة، إن أي إجراء أجي أعمله حتى على المستوى الفردي، يعني تصوري كده لو في إنسان رايح هيختار إنسانة عشان يرتبط بيها، ننصحه دايما إنك صوم 3 أيام وصلي. مثلا في بنت هتقبل إنسان يرتبط بيها، صومي 3 أيام وصلي. فدايما فكرة 3 أيام على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. فالشعب كله شارك، الشعب القبطي شارك من خلال هذه الأصوام وهذه الصلوات. بالتأكيد هذه الأصوام والصلوات جعلت جو روحي في العملية الانتخابية كلها. تقودنا كلمة شارك والمشاركة إلى نظام الانتخاب والاعتراضات التي كانت على لائحة 57 المثيرة للجدل، والآن بعد وصول قدستك إلى الكرسي البابوي، هل سيكون لك نظرة مختلفة في هذه اللائحة فيما بعد؟ لائحة 57 يعني وضعت سنة 57. 57 يعني فات عليها حوالي 55 سنة، الدنيا اتغيرت خالص. اللائحة اتوضعت لما كانت الكنيسة حدودها كلها ايجيبت، مصر. نعم. ما كانش لها امتداد في الخارج غير حاجة بسيطة كده في السودان. لكن النهاردة الكنيسة ممتدة لكل قارات العالم. لكل دول العالم توجد كنائس قبطية ويوجد أقباط. وبالتالي اللائحة يجب أنها تتغير وتتعدل. مثلا في أكثر من 1 مليون وربما 2 مليون من الأقباط يعيشوا في المهجر خارج مصر، خارج الحدود خالص. كلمة مهجر مش موجودة في اللائحة.
فبالتأكيد اللائحة ده، وده اتفاق بين أعضاء المجمع المقدس كلنا، بس هي اللائحة ما تتغيرش غير في وجود أب بطريرك، نعم ما تتغيرش في غيابه، وده السبب إن ما كانش فيه إمكانية للتغيير في الفترة اللي فاتت. بما أننا تحدثنا عن اللوائح، نذهب إلى لائحة 38، وهي أيضا أكثر إثارة للجدل، وهل سيكون لقداستك نظرة مختلفة أيضا في هذا الاتجاه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية؟ حضرتك تعرفي ان الهيئة التشريعية في الكنيسة القبطية هي المجمع المقدس، نعم، هي صاحبة السلطان في التشريع وفي تقديم قوانين كنسية، واضح؟ تمام. لكن لائحة 38 دي لائحة اللي قام بتنفيذها أعضاء في المجلس الملي وقتها، وهؤلاء لا يمثلوا التشريع في الكنيسة، دي مجرد أفكار لناس، ما كانتش لائحة تتفق مع الكتاب المقدس ولا تتفق مع القانون الكنسي ولا مع التقليد الكنسي. فلما أقول لائحة تثير الجدل، هي محكوم عليها بالفشل لأنها غير مرتبطة بالأصول القانونية الرسمية في الكنيسة، الكتاب المقدس، قانون الكنيسة، وبالتالي هذا الأمر محسوم بالنسبة لقداستك. وبالتالي اللائحة ده هي عايزة تبقى أكثر فهما، إن احنا نشرحها للناس تكون إزاي كما هي، زي ما هي، بس فيها حاجات مش مقبولة تماما، لكن بصفة عامة الأحوال الشخصية كملف يحتاج دراسة، يحتاج دراسة، ويحتاج احنا عندنا هدف واضح ان الناس تبقى مرتاحة، لكن دون مخالفة، غير مخالفة النص الانجيلي. هذه النقطة واضحة، حضرتك بتقول انه فيها حاجات غير مقبولة، غير مقبولة خالص، مثلا الظروف المحطوطة لانواع الطلاق، نعم، لانها تختلف مع عن الكتاب المقدس، وبالتالي غير مقبولة خالص. اذا ستسير على ناجل البابا شنودة الثالث. هو مش نهج البابا شنود، هو نهج الكتاب المقدس، نهج الكتاب المقدس، وصية الكتاب، زي ما أعلنها سيدنا البابا الأنبا شنودة أكثر من مرة، أن أنا مش ممكن أخالف الكتاب المقدس، وبالذات لما تكون كلمات واضحة، يعني النص الإنجيلي واضح جدا، لا طلاق إلا لعلة الزنا، نص واضح، ما يعني ما أقبلش أي التباس. تحدثت عن المجلس الملي، أين هو المجلس الملي؟ هل ستعاد هيكلته؟ نعلم أن هيكلته انتهت، أو يعني في إبريل 2011، هل سيفعل دوره مرة أخرى أم سيبقى كما هو، يعني شكل ولكنه غير مفعل؟ شكل دون جوهر يعني؟ شكل موجود له جوهر ولكنه في الوقت الحالي غير مفعل. أولا الاسم، كلمة الملي دي كلمة مش يعني مقبولة، الإنسان المصري المسيحي مواطن في مصر، زي ما نقول كلمة الطائفة، الطائفة برضو غير مقبولة، لأن الطائفة جاء من كلمة يطوف، يطوف يعني ينتقل من مكان لمكان، المسيحيين الأباط في مصر أو المصريين المسيحيين مقيمين في مصر. المجلس الملي كان له وظيفة من ناحية المحاكم الشرعية، وله وظيفة من ناحية الأوقاف، وكلا الوظيفتين لم يعد لهم وجود دلوقتي، المحاكم صارت محاكم مدنية، والأوقاف صار لها هيئة خاصة. نعم. فأنا شايف أن الاسم يحتاج تغيير، وطبعا دي عملية قانونية، وشايف أن دور المجلس هيبقى دور المشورة والاستشارة والدراسة، دراسة بعض الموضوعات، لأن الحقيقة أعضاء المجلس الملي وهيئة الأوقاف يحملوا خبرات أكثر من رائعة، خبرات الزمن، كل واحد في تخصصه، خبرات قانونية، خبرات تربوية، خبرات ثقافية، خبرات علمية، فينبغي الاستفادة بهذا الدور تماما. لكن تحفظ قداستك على الاسم، لكن الاسم يعني يمكن ما يكونش معبر قوي. قداستك تأتي في وقت ينفتح فيه الأقباط على الحياة السياسية والاجتماعية، تحديدا بعد ثورة 25 يناير، كيف ستتعاملون مع هذا الانفتاح؟ هل بالدعم
أم بعدم الموافقة والدعوة للعودة مرة أخرى إلى الكنيسة بشكلها الروحي والرعوي والديني في المقام الأول؟ طبعا دور الكنيسة دور روحي بالأساس، لكن الكنيسة موجودة على أرض المجتمع، والكنيسة لازم تكون فاعلة في المجتمع، لها دور. يعني هي مؤسسة روحية أولا، اجتماعية ثانيا، وطنية في الوطن. وبالتالي الكنيسة لازم يبقى لها عمل ويبقى لها دور. قبل ثورة يناير 25، حضرتك لو قريتي في تاريخ 50-60 سنة الأخارة هتلاحظي تهميش لدور الأباط، تهميش عمدي لدور الأباط. ربما بعد الثورة إن حصل نوع من الانفتاح وكسر حاجز الخوف، وبقى كل إنسان يقدر يعبر. الأباط في الوطن كمصريين أيضا يشاركون في هذا التعبير، لكن إحنا نرفض التعبير العنيف أو التعبير الجارح للآخر أو التعبير المسيء لأي إنسان، ده أمر مرفوض تماما. لكن التعبير الهادئ ومن خلال قنوات شرعية ورسمية في الدولة زي الأحزاب، طبعا الكنيسة تشجع جدا جدا المشاركة والتفاعل جوه المجتمع. ستشجع الكنيسة جدا. هل ستدعم في اتجاه تيار معين؟ لا، في يعني أنصح كل إنسان مسيحي كما أنصح الإنسان المسلم بالمشاركة الوطنية، المشاركة الوطنية الفاعلة. نعم. عايز أذكر لحضرتك شيء مهم. فضل. حضرتك تعرفي العلم بتاع مصر، علم مصر. علم مصر ده إحنا بنعتز بيه، بس مجرد مش رمز إنه علم البلد، ولكن العلم ده بيمثل كل المصريين الموجودين. إزاي؟ مصر دولة مربعة الشكل، 1000 كيلو في 1000 كيلو، 1000 كيلو بحر أبيض متوسط، 1000 كيلو قناة السويس والبحر الأحمر، وبعدين 1000 كيلو صحراء وصحراء. ده مصر يعني يسميها الدكتور جمال حمدان فلتة الطبيعة، لأن هذا الوطن في التاريخ بتاعه لم يندمج ولم ينقسم. يعني هي من يوم ما اتوجدت مصر هي كده، من يوم مينا موحد القدرين. اللون الأبيض في العلم يمثل كل الساكنين على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، بورسعيد، اسكندرية، مرسى مطروح. نعم. اللون الأحمر يمثل كل الساكنين على ضفاف قناة السويس والبحر الأحمر، الغردقة، مدن القناة. اللون الأسود بيمثل كل الساكنين على ضفاف نهر النيل، الأرض السوداء، الطمية اللي بنزرع فيها في الوجه البحري والوجه الإبلي. وبعض الأفراد القلائل اللي ساكنين في الصحراء بيمثلهم النسر الأصفر. على هذا الأساس كل المصريين لهم مكان في العلم، وبالتالي مفروض على كل إنسان مصري مسيحي مسلم يشارك ويكون له المشاركة الفاعلة وله دور مؤثر، وده يعني ده مجتمع مصر. قدستك تحدثت عن التهميش وعن الانفتاح، ولكن التهميش يقوم به جانب والانفتاح جاء من جانب آخر. الانفتاح جاء من داخل الكنيسة، من أين كان التهميش ولماذا لم تنفتح الكنيسة قبل الثورة؟ لما حضرتك تقري بعد انتهاء الملكية في مصر سنة 1952 بعد ثورة يوليو، وابتدى نظام جمهوري في مصر، لكن النظام ده أخذ على عاتقه تهميش دور الأباط. وتهميش دور الأباط كان يتم بصورة عمدية، تهميش على كل المستويات، ودي خسارة كبيرة للوطن، خسارة كبيرة للوطن. ديك مثال مثلا زي الدكتور مجدي يعقوب اللي بيسموه أمير القلوب في العالم كله، معروف دوره كفاعل في المجتمع، إنسان طبيب له دور، ولكن عندما وجد إن الجو المحيط به مش مناسب ساب البلد.
قيسي على هذا عشرات ومئات من الأمثال. أمثال زويل كمان ساب البلد، الدكتور لكنه زويل نعم ما سابش البلد بسبب مضايقات، ساب البلد بسبب طموحه في العلم ومضايقات أيضا مش للدرجة اللي كان يجدها الآخرين. وكانت النتيجة أن مصر خسرت طبيب عظيم بهذه الصورة. هو صح يحمل وفاء لمصر وأسس مركز ومستشفى مجدي يعقوب في أسوان وله دوره وسلاسل الأمل أو سلسلة الأمل كمشروع في العالم كله لعلاج الأطفال اللي عندهم أتعاب في القلب، فحصل تهميش في دور الأقباط، استبعاد. هل لديكم قلق أو يعني مخاوف من صعود التيار الإسلامي في مصر بعد الثورة؟ التيار الإسلامي موجود قبل الثورة وبعد الثورة، لكن وجوده بعد الثورة يختلف تماما عن وجوده قبل الثورة. الكنيسة تستطيع أن تتعامل مع أي تيار. الآن هو في الحكم. الكنيسة بتتعامل بمبدأين مهمين جدا، مبدأ المحبة للجميع ومبدأ السلام بين كل إنسان. والكنيسة سواء يوجد التيار ده أو التيار ده أو الشكل ده من الحكم أو الشكل ده من الحكم، الكنيسة ثابتة بمبادئها، المحبة لكل إنسان والسلام بين كل الناس. فسؤالي مرة أخرى، هل لديكم قلق من صعود التيار الإسلامي؟ لما تظهر في الميديا تلفزيون الصحف بعض الانحرافات في التعبير عن الآخر، والآخر هنا أقصد به الأقباط المسيحيين، طبعا دي شيء طبيعي أنها تثير تخوفات. حينما تتحدث قداستك عن الانحرافات تتحدث عن يعني وقنوات فضائية، تقصد قنوات دينية مثلا؟ دينية أو غير دينية، حتى في الإعلام الرسمي، الإعلام الرسمي عندما لا يخاطب الآخر بصورة عادلة يبقى شيء مش مقبول. هل تستطيع أن تعطينا مثال مثلا؟ يعني لما يطلع مثلا في بعض قنوات التلفزيون شخص ويخاطب الإنسان المسيحي أو الأباط ويقول عليه إنسان كافر، كلمة غير مقبولة مهما بررها أو مهما جملها أو مهما زوقها، مش مقبولة خالص خالص. ما أقدرش أقول لأخويا في الوطن أقدر أقول له كده، مش ممكن. العلاقات جوه الوطن تظللها المواطنة فقط، كل الأمور الدينية ينبغي أن تنحصر في المجال الديني للإنسان، لأن زي ما حضرتك تعرفي وزي ما الكل يقول إن المجال الديني ده عبارة عن علاقة شخصية بين الإنسان والله، عبر زي ما أنت عايز. تمام، ولكن لأن يوم حضرتك تعرفي يوم الدينونة أو اليوم الآخر، يوم الآخر عندما يقف كل إنسان أمام الله، مش هيقفوا جماعات كده أو شعوب، لا، كل إنسان سيقف أمام الله ويقدم حساب وكالته. حساب وكالته يعني إيه؟ الله يقول له أنا عطيتك حياة قد كده من السنين، عملت فيها إيه؟ سيقدم حساب وكالته. هذا الملف واحد من الملفات المهمة، ملف المواطنة، بعد توتر ملحوظ بأحداث حدثت، أحداث طائفية وأحداث أخرى، منها مثلا الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم والذي تهم فيه بعض المحسوبين على أقباط المهجر، هذا ملف شائك جدا، كيف ستتعامل قداستك معه؟ أولا لا نقبل أي إساءة لأي إنسان وبأي صورة، والإنسان كائن المفترض أنه يحترم أخيه الإنسان مهما يكون هذا الاختلاف بينه وبين الآخر، مهما يكون الاختلاف يحترم الآخر. أما أن يظهر في أي مجتمع بعض أشخاص لهم فكر منحرف، ممكن يعني في وسط تصوري كده الأطباء في مجتمع ما، مفترض الطبيب ده إنسان أمين، لكن لما يطلع ثلاثة أربعة ما فهمش صفة الأمانة، شيء متوقع. في أي مهنة من المهن
وفي أي قطاع وأي سيكشن في العالم ممكن تلاقي فيه انحراف. نعم. فإن أشخاص قاموا بأي انحراف أو أي إساءة بأي صورة من الصور شيء مرفوض وغير مقبول تمام، لكن ما أقدرش أخد عمل اتنين تلاتة أحطه على ملايين، مش ممكن يعني، المنطق أظن يرفض كده. نعم. هذا مرة أخرى لعلاقة الكنيسة بصعود التيار الإسلامي الذي وصل إلى رئاسة الدولة. كيف يعني مثلا في مراسم تنصيب قدستك يوم 18 نوفمبر، هل ستدعون الرئيس محمد مرسي للحضور؟ أولا باب الكنيسة مفتوح لكل إنسان، والمشاركة في المناسبة دي مشاركة يعني أعتقد الجميع يحب يشارك فيها. يعني كنت لسه من دقايق قاعد ويا أبونا السكرتير لنيافة القائم مقام، وبيقول لي إحنا مش الدعوات مش قادرة تغطي مساحة الكنيسة، يعني الدعوات المطلوبة أو الناس اللي عايزة تحضر أكتر من مساحة الكنيسة. هل الدعوات ستشمل رئيس الجمهورية؟ لو قدمت لرئيس الجمهورية وكانت احنا نعرف مسبقا ان ظروفه تسمح ستقدم له. هو قال انه اذا جاءته الدعوه سيلبيها. خلاص اوكي. هل ستذهب الى الرئيس دعوه لحضور تقدم دعوه؟ اذا مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود بعدها، وقداسه البابا توادروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الكرزه المرقصيه بعد هذا الفاصل القصير، انتظرونا. مشاهدين عدنا مرة أخرى إلى دير الأنبا بشوي حيث قضى سنوات الرهبنة بين أسواره قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. وقلنا قد توقفنا عند دعوة رئيس الجمهورية لتنصيب قداستك في يوم 18 نوفمبر، ولكن أود لو نعود مرة أخرى إلى كيفية التعامل مع الملف الشائك والعلاقة التي تتوتر بين الحين والآخر بين المسلمين والمسيحيين. هذا الملف كيف تقول أنه من غير المسموح أن يكون يحدث هذا أو ذاك، من غير المسموح، ولكن كيف ستتعامل الكنيسة مع هذا الملف؟ ما الذي هل ستدعم مثلا بيت العائلة، تجربة بيت العائلة، أو بأي طريقة ستتعامل الكنيسة؟ اسمحي لي أرجع لزمن ماضي بعد الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية يعني شوية دول اتخانقوا مع بعض ومات ملايين، فوجد البشر ان الحرب ما حققتش شيء، فقالوا يلا بينا نلجأ لوسيلة اخرى. طب ايه الوسيلة الاخرى؟ قالوا نبتدي نعمل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة كوسيلة حوار، ومن خلال وسيلة الحوار نجحت في مواقف وفشلت في مواقف اخرى. أمام الإنسان العاقل لا يوجد غير الحوار والمطالبة بالحقوق والإصرار على هذه الحقوق، لكن في جو من السلام، لا استخدام للعنف ولا استخدام للإساءات ولا استخدام لأي شيء يعكر صفو المجتمع. ممكن مع الشخص المسؤول نكاشف بعض تماما بكل ألمنا، لكن على المستوى الجماهيري لازم الإنسان يبحث عن سلام المجتمع. فأي مشكلة المفترض أنها تكون موجودة، المفترض أن المجتمع يدرس ليه المشكلة دي طلعت. أديك مثال علشان يبقى الكلام واضح. فضل. تعاني مصر من مشكلة اسمها مشكلة بناء الكنائس. وأنا لا أفهم لغاية هذه اللحظة ما الذي يدير أي مسؤول في بناء كنيسة. ما عنديش إجابة ممكن تتوجهي بها لأي مسؤول. أحيانا ولكن حينما تتوجه للمسؤولين عن ما الذي يديرك في بناء كنيسة، هو يرد أنه مسؤول أو غيره، أنه حينما تبني مسجدا تلاقي ربما نفس البيروقراطية ونفس الطريقة في التعامل. لا لا لا. لو حبيت أبني كنيسة في مكان، الإجراءات الإدارية والبيروقراطية اللي حضرتك بتتكلم عليها ممكن تاخد لغاية 20 سنة، وعندي أمثلة حاضرة 20 سنة. ما هو المبرر لكده؟ إيه المبرر؟ يعني دي عليها علامة استفهام كبيرة.
طيب وأنا بدوري أسأل قداستك، ما المبرر من وجهة أنا نظرك؟ لا أدري، أنا لا أدري. سواء كنيسة تاخد الشكل ماشي. الرسمي، شكل رسمي، شكل كنيسة، شوفها مبنى بعيد أقول دي كنيسة، أو الشكل العملي البسيط مجرد قاعة بنصلي فيها. طيب فيما يتعلق، إيه المشكلة اللي ممكن تبقى موجودة في المجتمع بسبب كده؟ نحن في دولة غير الدولة الآن، هل أنت متفائل في تفاصيل مثل هذه وملفات مثل أنا هذه؟ متفائل في كل الأحوال، وعندي رجاء وعندي أمل في كل يوم. الله يعطينا رجاء في كل صباح، وإحنا في صلواتنا الكنسية في كل يوم على مستوى الأفراد كل يوم نقول فلنبدأ بدءا حسنا، يلا نبتدي من جديد. فأنا متفائل تماما على كل شيء، حتى لو كان في بعض النقط اللي بتخلي التفاؤل ده يعني يقل، لكن متفائل وعالم وعارف ان يد الله تدبر كل شيء. هل زادت هذه النقاط أم قلت بعد الثورة وبعد صعود التيار الإسلامي وبعد وصوله لرئاسة الدولة؟ مش في كل نقاط عدم المواضيع، التفاؤل. مش كل المواضيع، لكن بصفة عامة يوجد تفاؤل. طبعا ما تنسيش ان انا بتكلم كمصري عن ارض مصر. مصر ارض مقدسة. مصر ارض عاشت فيها العائلة المقدسة السيد المسيح. وبالتالي مصر لها بركة خاصة دون العالم كله. نعم، أذهب إلى داخل الكنيسة وشباب الكنيسة، ممن يرى البعض أنهم لهم طريقة مختلفة في النظر للقضايا داخل الكنيسة، ويرى البعض أنهم خرجوا من عباءة الكنيسة بشكل أو بآخر. تعلم قداستك بأن شباب ماسبيرو لم يتمكنوا من الحضور إلى في القرعة الهيكلية التي تم الاختيار قداستك على أساسها، كيف ستتعامل مع هؤلاء؟ في قداس القرعة كان عدد الآباء الكهنة الحاضرين عدد محدود للغاية. أنا ذكرت مثال، ولكن قبل القرعة وقبل الانتخابات هناك أمثلة عديدة على أن لا أنا بدي كده باعتبار يعني إن كان ده قداس له وضعية خاصة، قداس القرعة ده قداس خاص لهدف خاص. بالنسبة للشباب، الشباب هم الحلقة الذهبية في حياة الكنيسة وحياة الوطن، ولا يمكن الاستغناء عن هل الشباب سيتم خالص. احتوائهم مرة أخرى؟ جدا جدا بأي جدا شكل؟ جدا لا يوجد أفضل من شكل الحوار، الحوار والتواصل. والحوار بياخد الصورة المباشرة زي ما حضرتك قاعدة دلوقتي في الحوار، أو ياخد الصورة اللي هي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقى. فيسبوك وتويتر؟ طبعا طبعا طبعا، دي وسائل جيدة جدا، وتخاطب الشباب، تقدر توصل لعقلهم وتقدر نستفيد بيهم. وبعدين ما تنسيش ان الشباب النهاردة بحسب الزمن اللي احنا فيه بقى عندهم فكر، فكر يعني مش بحسب سنه 20 سنة يبقى بفكر 20 سنة، لا ممكن يكون عنده فكر متقدم اكثر واكثر. نذهب إلى الدستور حديث الساعة، وللكنيسة ممثلين داخل لجنة تأسيسية التأسيسية. الدستور، ما الذي يمكن أن يضيفه قداسة البابا طوادرس الثاني من رؤية للدستور الجديد؟ احنا لنا امل ان الدستور يطلع دستور مصري لدولة عصرية مدنية. والدستور هو مظلة كل القوانين. بيسموا الدستور ابو القانون، يعني كل قانون اخر هيطلع او موجود على ارض مصر يستمد من الدستور. والدستور مش مكان للدين، الدستور ده مكان للمواطنة، ان كل الذين يحملوا جنسية هذه الارض جنسية مصر ارتضوا لكي ما يعيشوا في سلام، ارتضوا بهذا النظام كل مش جزء. الدستور يبقى معيب لو كان هيخاطب جزء، فلو حصل شكل من اشكال عدم المساواة في الحقوق والواجبات سواء للأطفال أو للمرأة أو المسيحيين أو أديان أخرى لو وجدت على أرض مصر عن الأكثرية العددية، هيبقى دستور غير مقبول. هل هو حادث الآن بعد أن لسه خرجت المسودة الأولى؟ المسودة الأولى قابلة للتعديل وقابلة للتغيير،
لسه يعني ما فيش كلمة نهائية، لكن عن طريق الممثلين لكم داخل التأسيسية عن طريق شعورهم الممثلين إيه؟ بيحاولوا أنهم يحفظوا للدستور صورة المواطنة في كل مادة من المواد. ولكن ما الذي يمكن أن تضيفه أنت شخصيا بشكل مباشر إلى الدستور؟ الصورة الرئيسية أن الدستور ياخد الشكل تقدم للبلد. الدستور ده وسيلة تساعد البلد أنها تتقدم قدام. أما الدستور لو كان بيرجعنا لورا هيبقى سبب تأخر للبلد، ده بصفة عامة. لسه المواد كلها ما خدتش الصيغة النهائية بتاعتها عشان نقدر نحكم عليها. قداسة البابا ما هي؟ يعني مثلا أظن لا أنت لا تقبلي أن تكون المرأة أي درجة من درجات التدني عن الرجل، مش ممكن، أمر غير مقبول. ولكن هنا حينما نتحدث عن المرأة نتحدث عن المرأة المسلمة والمرأة القبطية. طبعا. لكن أنا بتكلم عن المرأة، أنا أتحدث عن الكنيسة. يعني بتحدث عن المرأة كأم، والأقباط كأخت، كزوجة، كابنة، كل وضعيات المرأة ده هي أن ينظر لها أنها أقل. مجتمع ما بيبقاش كده التساوي، لأن أولا وأخيرا بيتعامل ويا إنسان. بس الله أراد أن ده يكون رجل ودي امرأة. هل يضيرك أن تضاف كلمة بما لا يخالف شرع الله إلى مواد التي تتعلق بالمرأة؟ مش المرأة بس، وفي أي مادة تانية. لأن أساسا الدستور يحكم كل قوانيننا. الحكم الديني أو القانون الديني له مجال آخر غير الدستور، غير الدستور. لأن الدستور بيخاطب الإنسان المصري. لو قلنا بما لا يخالف شرع الله، ده بيخاطب جزئية من المصريين، وبالتالي يبقى في حاجة هنا غايبة، وهي مش مقبول. الأقباط المسيحيين في مصر لما يكون تمثيلهم 15-20% تبقى الأمر فيه هنا خطورة، إن بستبعد نص الشعب المصري، خمس الشعب المصري. قداسة البابا، ما هي الملفات المطروحة الآن على طاولتكم، وما هي أولى القرارات التي ستتخذها قداستك الآن بعد أن أصبحت البابا الجديد؟ أولا في يوم التجليس، وبعدها في إجراءات احتفالية بتاخد وقت شوية، لكن أهم شيء هو عملية التنظيم الداخلي، عملية الإدارة والسكرتارية في جوه الكنيسة. يعني هو ده العمل الرئيسي أو العمل الأساسي اللي نبتدي بيه. تأسيس مكاتب سكرتارية، مكاتب اتصال، مكاتب عمل، بحيث أن العمل الكنسي من الناحية الإدارية يبقى في صورته المطلوبة. يعني سؤالي الأخير، كان هناك اقتراح بأن يكون لقداستك نائب، هل هذا الاقتراح يلقى قبول لدى قداستك؟ يعني الاقتراح ده مستلفينه من السياسة، لا يوجد في تقليد الكنيسة هذا الأمر خالص. الكنيسة بتعمل من خلال المجمع المقدس. المجمع المقدس كل عضو فيه له دور، له عمل، له مسؤولية، وبيعمل الجميع كتيم ورك، عمل واحد. فحضرتك شفتي لما تنايح سيدنا البابا في ظرف أيام كان يوجد من يمثل الكنيسة ويقود الكنيسة، وكل شيء في الكنيسة يمضي كما هو. سؤالي الأخير، وخاص بعملية التهميش الذي كنت تتحدث عنها قداستك، الآن هناك مساعد لرئيس الجمهورية المهندس سمير مرقص، هل ترى هناك تحول في التعامل مع الكنيسة في ظل مصر الجديدة، مصر الثورة؟ مساعد رئيس الجمهورية يعمل مش على الملف القبطي. هو زي ما سيادة الرئيس اختار مساعد مسلم، اختار مساعد مسيحي في مجالات كتيرة، اختار امرأة كمساعدة وياه، النوعية دي كلها. لكن قبل ذلك لم يكن الأقباط يصلون إلى مناصب معينة، هو المنصب في رمزيته، في وصوله، في وصول الشخص إلى هذا المنصب. أعتقد أن دي عملية يعني واخدة الشكل أكثر من الجوهر. يعني الفريق الرئاسي أنا لغاية دلوقتي مش عارف خطوط عمله إيه،
ولا القانون الذي يحكمه. وأعتقد الصلاحيات الممنوحة غير محددة. الصلاحيات الممنوحة للتايتل بتاع مساعد دي مش واضحة يعني. نعم، أختم بشيء تعلمته من الرهبنة وتود أن يتعلم منه الآخرون. اتعلمت في الرهبنة حاجات كتيرة، لكن أكتر حاجة اتعلمتها وده مبدأ إنجيلي، المحبة لا تسقط أبدا. المحبة لا تسقط أبدا. علاقات المحبة اللي يعملها الإنسان مع الآخر لا يمكن أن تسقط. ليه؟ لأن الله محبة. المحبة لا تسقط أبدا. بهذه الكلمات أنهي هذا اللقاء معك قداسة الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المنقصية، وأشكرك على هذا اللقاء. متشكر خالص. مشاهدينا أشكركم أنتم أيضا على متابعة هذا اللقاء. إلى اللقاء.